يحمل خصائص تطرح لأول مرة. تعرف على أسعار ومواصفات آيفون 12 وهذا موعد طرحه للمستخدمين. بعد تأخر طويل نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا حول العالم، كشفت شركة أبل عن 4 هواتف جديدة من آيفون 12 جميعها يدعم الجيل الخامس 5G، وتتضمن ميزات جديدة لا سيما فيما يتعلق بالكاميرا والمعالج والصلابة. والهاتف الجديد يدعم شبكة الجيل الخامس، مما يتيح سرعة أكبر في تحميل وتشغيل الفيديوهات والألعاب، لكن هذه التقنية لا تزال غير متوفرة سوى في 50 مدينة في العالم، وسيرتفع العدد إلى 60 مدينة بحلول نهاية العام الجاري. والهواتف الجديدة هي آيفون 12 بسعر يبدأ من $799، وآيفون 12 برو بسعر يبدأ من $999، وآيفون 12 برو ماكس بسعر يبدأ من $1099، وآيفون 12 ميني بسعر يبدأ من $699. وقالت شركة أبل إن سعر الجهاز قد يصل إلى حوالي $1300 إذا ما أضفنا إليه مساحة تخزين إضافية والشاحن اللاسلكية. وقد أثرت الأسعار التي أعلنتها شركة أبل لهاتف الجديد تحفظ الكثيرين، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، التي قد تدفع كثيرين بالتفكير مرتين قبل اقتناء آيفون 12. شركة أبل تقول إن هاتف آيفون 12 ميني الذي يأتي بشاشة 4.7 بوصات هو أصغر هاتف آيفون في محاولة لتمكين الفئات ذات الدخل المحدود من اقتنائه، ويأتي بسعر $699. والزجاج في الهاتف الجديد آيفون 12 أقوى من زجاج أي هاتف ذكي آخر، لاسيما في ضوء معاناة كثير من المستخدمين من تحطم شاشات هواتفهم في حوادث بسيطة. ويمكنك من خلال آيفون 12 التصوير بشكل أفضل والحصول على ألوان أكثر إشراقاً ووضوحاً، وهي ميزة تظهر في العديد من أجهزة التلفزيون ذات الألوان الأصوات الأكثر واقعية. ومن المتوقع أن يتمكن عشاق آيفون في بعض الدول العربية من بينها الكويت من شراء هواتف آيفون 12 و 12 برو من السوق المحلي يوم 25 أكتوبر الجاري، وذلك بالتزامن مع طرح الهاتف رسمياً بالأسواق الأمريكية والعالمية. المدير التنفيذي لهاتف 2000 قاسم عبيد يقول إن أحدث إصدارات أبل الجديد سيتوفر في الكويت بأسعار تبدأ من $300 لهاتف آيفون 12 و $400 لهاتف آيفون 12 برو، مشيرا إلى أن هذه الأسعار للنسخ ذات السعة التخزينية الأقل، وأنها سترتفع مع السعات التخزينية الأعلى لهذه الهواتف. ووفقا للتوقعات فستتراوح سعر آيفون 12 المتوقع أن يكون الأكثر شعبية من $300 إلى $360، وآيفون 12 برو من $400 إلى $480، وذلك وفقا لخيار الذاكرة، فيما ستكون الأسعار متفاوتة بين الشركات، خاصة في ظل قلة الكميات المتوفرة من الهاتف الجديد في أيام طرحه الأولى بالسوق الكويتية. وأشار عبيد إلى أن الشركات والمعارض الكويتية نجحت في توفير الهاتف الجديد للمستخدمين في الكويت بالتزامن مع طرحه رسميا بالأسواق العالمية، حيث سيتم الطرح الرسمي للبيع عالميا في 23 من الشهر الجاري، وسيتوفر الهاتف في الكويت بعد 2 فقط من هذا التاريخ، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا في دول العالم. وجاء آيفون 12 بكاميرا خلفية مزدوجة وعدسة واسعة بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 1.6 من عشرة، فيما ستكون الثانية 12 ميجا بكسل واسعة جدا بفتحة 2.4 من عشرة، مع مميزات جديدة بتحسينات 27% في الإضاءة المنخفضة. ومن التقنيات التي تم توفيرها في آيفون 12 الجديد الحفاظ على البطارية، وحينما يكون الهاتف ليس بحاجة إلى تقنية 5G فإنه يتحول بشكل مباشر إلى شبكة 4G بهدف توفير الطاقة. وكشفت أبل عن هاتف آيفون 12 برو الذي يأتي بشاشة 6.1 إنشات سوبر راتينا XDR، فيما يأتي هاتف برو ماكس بشاشة 6.7 إنشات، ويأتي الهاتف بكاميرا ستوفر تقريب يصل ل4 مرات، فيما ستوفر نسخة برو ماكس 5 مرات تقريب بدون أي خسارة في جودة الصورة. ومن أبرز الخصائص الجديدة في آيفون تتمثل في: لأول مرة ستدعم هواتف آيفون تقنية 5G، ما يدعم سرعات فائقة للأجهزة، ومعالج الجهاز A14 أسرع 50% من أي هاتف آخر، ويعتمد على تقنيات جديدة. وستطرح أبل للمرة الأولى آيفون 12 برو ماكس بقياس 6.7 بوصات، وعملية الشحن اللاسلكي شهدت تحسينات ليتم تثبيت الشاحن خلف الجهاز مباشرةً.